نظمت مبادرة لقيا الشبابية للعام الرابع على التوالي فعالية منصة البلدة، والتي تشتمل العديد من الفقرات المتنوعة، حيث جاءت هذه السنة تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك. كعادتها، مبادرة لقيا الشبابية بالمكلا تنظم فعالية منصة البلدة لعامها الرابع على التوالي على شاطئ الستين بمنطقة فوة، والتي تأتي تزامنا مع موسم نجم البلدة السياحي، وتشتمل العديد من الفقرات المتنوعة. هذا العام صادفت فعالية منصة البلدة مع أيام عيد الأضحى المبارك، مما جعل الفعالية تحظى بتوافد كبير من زوار مدينة المكلا ومرتادي البحر للاستمتاع بهذه الظاهرة الطبيعية وما تقدمه مبادرة لقيا من فقرات ترفيهية وفنية. هي فعالية تأتي مزامنة مع موسم البلدة ومهرجان البلدة، وللمصادفة هذه السنة أتت مع عيد الفطر، عيد الأضحى المبارك. طبعا الفعالية تشمل عدة فقرات وعدة فعاليات، من ضمن الفعالية نفسها هي فقرات فنية، فقرات استعراضية، راقصة، وأيضا مسرح تفاعلي مع المرتادين السواحل. والفعالية تنفد في ساحل الستين في أماكن ارتياد البحر. شهدت الفعالية التي أتت احتفاء بموسم البلدة السياحي العديد من المسابقات والفقرات الفنية والرقصات الشعبية ومشاهد تعبيرية هادفة واستعراض للمواهب الشابة على مسرح الشاطئ، لقيت إشادات من أبناء المدينة والزوار الوافدين إليها. والله الفعاليات كانت مرة حلوة، دمجت بين مهرجان البلدة وعيد الأضحى المبارك، والحاجة الحلوة برضو ملتقى لقيا اللي سواه مرة جميل جدا، لما الشباب وشفنا تكاتف من أبناء المكلا وعكس رسالة، كانت رسالة جميلة وواضحة كيف نحافظ على مدينتنا واجتمعنا نحن وأصحاب الوادي، يمكن من المرات القليلة اللي نجتمع فيها للساحل الوادي في مثل هذه الفعاليات. فعالية منصة البلدة التي تنظمها مبادرة لقيا للعام الرابع على التوالي في موسم نجم البلدة السياحي كان لها أثرا بارزا في إثراء الجانب الفني والسياحي وتحفيز الروح الإيجابية للحاضرين.